عيسى من السعودية، تفضل عيسى. يعطيك العافية. يا مرحب، أهلا وسهلا سيدي. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. شغل سيدي، شوف أنا مسيحي مقيم في جدة. مسيحي مقيم في جدة، أهلا وسهلا. أنت باختصار جد من أفضل الناس اللي بشوفهم، أنت رائع. الله يسعدك. جد بكل ما تحمل كلمة من معنى، جد أنت رائع. يا أخي الله يوفقك. الله يسعدك. أنت مسيحي ليه تتابع رحيق الإمام؟ والله أنا أول مرة بحضر لايف، دائما بحضرك على اليوتيوب. أوكي. كل القصص اللي بتحكيها يعني جد بتأثر بالكل. الله يسعدك. وبتمنى يا ريت من كل الناس تكون نفس تفكيرك، لأنه تفكيرك يعني جدا راقي، حتى على المسيحيين، على أي ديانة تفكيرك راقي. والله أنتم أهلنا. للعلم المسيحي أهلنا، المجتمعات العربية شرائح دين، مسيحي مسلم يهودي، إحنا مجتمعات لا نستطيع أن نقصي الآخر، لا أنت تقصينا ولا نحن نقصيك، لا أنت تعتدي ولا إحنا نعتدي. الوطن لا يقوم على طائفية على الدين، لأن لا يوجد دولة مسلمة ودولة كافرة، علمت؟ ما نستطيع أن نقول دولة مسلمة. لو أنا أقول دولة مسلمة سأقصي الجميع، ولو قلت دولة كافرة ما يوجد دولة، الدول لا تكفر ولا نقول عنها مسلمة. فرنسا فيها 11 مليون مسلم، أكثر من تعداد سكان الخليج. فلهذا سيدي بالعكس يسعدني، أسعدني كلامك. الله يرزقك. بس كمل، شو عندك؟ والله ولا شيء، بس أنا حبيت جد أنه أنت رائع، يعني كان جد أنا قد ما تابعتك على اليوتيوب نفسي أحكيك، أسمع صوتك جد لايف، أنت رائع. الله يسعدك. يعني جد بس ما عندي أي كلام ثاني. الله يسعدك وأشكرك أخي، أشكرك أخي، أشكرك أخي، الله يسعدك، أشكرك.